اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 ويناير 2021 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في عمر سيدي، الله يبارك في عمر سيدي، الله يبارك في عمر سيدي. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. أعز أمره تعيين السيدة رابحة فتح النور كوكيلة للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والذي تولي بالجلسة العمومية. وبناء على ملتمى السيد وكيل الملك، نصرح بأن السيدة رابحة فتح النور قد نصبت في منصبها يومه الأربعاء 24 ذو الحجة 1442 الموافق لرابع غشت 2021 على الساعة 3:15 زوالا بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بالمحمدية. ونطلب منها أن تلتحق بالهيئة القضائية وأن تأخذ مقعدها من بينها. كما نأمر السيدة كاتبة الضبط بتحرير محضر يضمن فيه كل ما راج بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. وبالذات السيد الرئيس المنتدب الذي عهدت فيه إرادته القوية في تنزيل الإرادة الملكية السامية بجعل المرأة جنبا لجنب للرجل في تحمل المسؤولية. شكرا لكم، شكرا. وهذا حدث تاريخي لنا جميعا نفتخر به. وبهذه المناسبة كانت الزميلات يعني القاضيات خلال هذه الدورة اللي تبوء مناصب المسؤولية، على الرغم من قلة المناصب، لكن هذا انفتاح إن شاء الله على مستقبل. من بعد غادي أكيد أننا غادي نبرهنوا على نجاح التجربة اللي هي قوية للانفتاح على مسؤوليات أخرى لنساء قاضيات إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا.